السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله ومن ضمن الوصفات السهلة والبسيطة كما العادة غادي نقدم لكم وغادي نحضر معكم قريصات أو قريشلات محمرين ومنسمين، تيجيو رائعين بطريقة جد سهلة وبمكونات معتادة. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للآخر، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. بقوا معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. غادي نوضعوا بيضة واحدة كاملة مع أبيض بيضة ونخليو أصفر بيضة للتزيين. نضيفوا سكر سنيدة، نصف كأس سكر سنيدة أو 60 غرام سكر سنيدة. نضيفوا 7 غرام ديال خميرة الخبز، ونضيفوا نصف كأس من الزيت. بالنسبة للتنسيم غادي نوضع 2 ملاعق كبار ديال زنجلان أو السمسم، وملعقة كبيرة خليط ما بين النافع وحبة حلاوة اللي هرمشتهم شوية. نخلطوا جميع هاد المكونات حتى ينسجموا مزيان. من بعد غادي نضيفوا الحليب اللي غادي يكون دافي. أنا غادي نضيف تقريبا هنا 1 ديال الكؤوس كبار ديال الحليب أو 300 مللي ديال الحليب دافي. نضيفوا 2 ملاعق كبار زبدة أو 80 غرام ديال الزبدة. ونبداو نضيفوا الدقيق أو الفرص بشكل تدريجي حتى نحصلوا على واحد العجين اللي غادي يكون خفيف وتلتصق باليد بحال العجين ديال السفنج تماما، باش يجينا البريوش ديالنا أو القريصات يجيونا خفاف ومسفنجين من الداخل. كما كتلاحظوا العجين ديالنا اختمر من بعد ما مرات 30 دقيقه. نبداو نكوروا العجين ديالنا. بالنسبه للحشو تيبقى اختياري، ممكن نعملوا شوكولا، ممكن نعملوا مربى، او ممكن نكوروا العجين عادي بلا حشو، تيجي رائع. نكوروا العجين بهذا الشكل هذا، نعملوا حفره في الوسط ونعملوا فيها شوكولا ونجمعوا من الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي، ونحطوه في صفيحه الفرن ونستمر بهذا الشكل حتى نساليو العجين ديالنا كامل.
من بعد ما كورنا العجين كامل وخليناهم حتى تخمروا تقريبا واحد 30 دقيقة. غادي نضيفوا واحد شوية ديال الحليب، واحد ملعقة كبيرة ديال الحليب على أصفر البيضة، ونخلطوهم مزيان وندهنوا وجه القريصات ديالنا كاملين. من بعد ما دهننا القريصات كاملين غادي نزينوهم بالزنجلان. بالنسبه ليا زينت النصف بالزنجلان والنصف الثاني غادي نزينو برقائق اللوز. من بعد غادي ندخلوهم الفرن اللي سخناه من قبل واحد 10 ديال الدقائق، سخناه على درجه حراره 200 درجه، نخليوه يطيب من التحت حتى نحسو به انه تحمر، عاد نشعلو عليه من الفوق باش يتحمر الوجه. والبريوش ديالنا او القريصات هذا هو الشكل النهائي ديالهم، تيجيو رائعين، تيجيو خفاف، تيجيو منسمين. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، اكيد غادي تنجح معكم واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.